كلمة أخيرة يعني نقولها. سمعي يا رغد، أولا بصوت عمك تعرفي ها، أنت بحياتك ما كنتي بعثية ها، ولا في يوم من الأيام دفعتي درهم واحد اشتراك للحزب، ولهذا أنت ما عندك درجة حزبية لا في البعث ولا في القيادة ها، وما عندك مؤهلات لحكم البلاد لأنك مو بعثية ها، لأن أنت مو من حزب البعث العظيم، ولهذا ما عندك مقومات القيادة والقيادة الحكيمة، يعني القيادة يراد لها حكمة ويراد لها واحد يكون يقود البلد في قيادة حكيمة. فالمشكلة بيك يا رغد، هذول اللي يمك الظاهر ما استعملوا وياك اسلوب الإصلاح، زين ما استعملوا هذول اللي داير ما دايرج اسلوب الإصلاح، وأنا من أدحج على وجهك أشوف مثبور، وجهك مثبور من الفيلر، من البودكاست، من المكياج، فخففي من هذا السوالف، وبعدها أهلا وسهلا بيك في القيادة وفي رئاسة الدولة. يعني من أدحج على وجهك أنا أعرف إيش قد حاطة فيلر وإيش قد حاطة مكياج، فشوي خففي وترجعين إن شاء الله لصفوف الحزب والقيادة، وأهلا وسهلا بيك. يعني والله يا رغد أنا من أباوع أدحجيش على وجهك، أعرف إيش قد حاطة فيلر زين وإيش قد حاطة مكياج، فخففي من عدها وأهلا وسهلا بيك في عالم الفاشينيستا في العراق. فأنت كل يعني أقصى حد فاشينيستا، أنت مو مال إدارة الدولة، هذا مختصر مفيد. وتتذكرين هذه اللهجة مال منو كان يقولها الواحد، ف عمي عوف العراق رحمة للرزة، عوفوا الأهل، يعني لو لازم إيراني وميليشياوي وتبعي وما أعرف شنو، لو من جماعة الخليج، لو من جماعة رغودة، حبيبتي رانا نورتي. أنا آسف كنت مندمج مع الرفيقة رغد، كنت أدحج عليها وأشوف الفيلر وأشوف المكياج مالتها، لأن أتصور اللي حواليها ما استخدموا معاها أسلوب الإصلاح، فنحاول نصلحها. تعرفين أنت يا رغد، يا بت أرد أقول الشهيد صدام حسين الله يرحمه، تعرفين والدك الرئيس صدام حسين الله يرحمه في أول مقابلة طلعتي، هذا النامق قيس النامق قال سيدي الست رغد طلعت في مقابلة مع العربية، وهذا الساقط سلوان وسليمان وقيس النامق ما ذكروها، فكان أول رد عليها إيش كانت لابسة،
كانت مفرعة لو شي على راسها، فقال له لا سيدي كانت محجبة، فقال له عافية. فمن عدي وقصي الله يرحمهم استشهدوا والرئيس استشهد، فبعد ماكو واحد يلمك، فبعد ماكو واحد يوقفك، هنا انت ضعتي، ضعتي وقمتي تمشين ويا دولة، كل من صفق ليك صدقتي بأنه انت راح تصيرين قائد الضرورة. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.